السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمامكم ثلاثة أنواع من النباتات المزهرة سهلة الرعاية، يمكن لأي مبتدئ أن يزرعها وتنجح بشكل ملفت. أول هذه النباتات هي نبتة الوينكا بلونها الوردي والأبيض. هذه النبتة تنجح وتتكاثر بسرعة. ثاني هذه النباتات نبتة الأنتوميس، زهرة الأنتوميس بلونها الوردي والأبيض الناصع، وكذلك زهرة القطيفة بألوانها الزاهية تأتي بين الأصفر والبرتقالي. إذن إن أردت أن تجمل حديقتك يمكنك أن تكتفي بزرع هذه الأنواع الثلاث وتصبح لديك حديقة متكاملة الألوان والأشكال. في هذا الفيديو إذن سنحدثكم عن إكثار كل نوع من هذه الأنواع الثلاث، فإكثارها يختلف من نبتة إلى نبتة وإكثارها سريع وكثيف جدا. مثلا أمامكم الوينكا تحمل قرون شبيهة بالبازيلا، كل قرن من هذه القرون يحمل عشرات من البذور، وإذا زرعت هذه البذور فإنها سهلة الإنبات وسريعة النمو، في ظرف أسبوعين تصبح بهذا الشكل. بينما زهرة الأنتوميس هاته فهي تتكاثر بالعقل، وتكاثرها بسيط بأخذ عقلة من هذه النبتة ووضعها في تربة مناسبة ثم تغطيتها بقطعة بلاستيكية كما نفعل لجميع العقل. إذن ننزع منها الأوراق كذلك الأزهار، نحتفظ فقط بأوراق علوية عينة قليلة من الأوراق، ثم نقوم بزرعها داخل أكواب على هذا الشكل. لاحظوا التجذير، لاحظوا الشبكة الجذرية تظهر من جنبات الكوب، إذن تعقيل ناجح 100%. بالنسبة لزرع البذور من الأنتوميس هو لا ينفع، غالبا التجربة تفشل. إذن الحل يكمن في زرع العقل فقط. بالنسبة للعقل لاحظوا أنها ناجحة 100%، لاحظوا بدأت في الإزهار وهي لا تزال في أطوارها الأولى. هذه عقل أخرى للأنتوميس زرعت في تربة البيتموس ونسبة النجاح فاقت 80%. إذن أسهل طريقة هي العقل. نبتة الأنتوميس كذلك أو شجيرة الأنتوميس يمكن أن تزرعها في إرصيص كبير أنيق وتعطي منظرا مميزا على هذه الشاكلة. نموها الخضري كثيف جدا متشابك، يعطي ما يشبه شجرة معمرة، شكلها يشبه شكل البونساي. يمكن تشكيل شجيرة الأنتوميس بالطريقة التي تريد. أخيرا نبتة القطيفة التي تزهر زهرة القطيفة تتكاثر بالبذور ولا تتكاثر بالعقل. بعدما تنضج زهرة القطيفة تؤخذ منها شعيرات وتزرع وتنمو في ظرف يقل عن أسبوع. بهذه الأصناف الثلاث إخواني أخواتي يمكن لكم أن تزينوا حديقتكم بكل يسر وسهولة وبسرعة قياسية، وقريبا إن شاء الله ستكون لنا وقفة أخرى مع نبات آخر يعتبر من النباتات العصرية، سهل الإزهار وسهل الرعاية كذلك، ألا وهو نبات الكلنشو. ألوان متنوعة
والرعاية مبسطة. كل مبتدئ قادر على أن يزرع الكلنشو وينجح معه بكل سهولة. هذا الكلنشو كذلك من النباتات التي تنجح تحت الظل وتنمو بشكل جيد. إلى ذلكم الحين، قناة الزراعة المنزلية فن وإبداع تحييكم.